السلام عليكم. بعد الصلاة والسلام على رسول الله، أهلا وسهلا، مرحبا بكم معايا في فيديو جديد على قناة وصفات أمي الغالية. نتمنى دائما تكونوا بخير وانتم تشاهدوا فيديو اليوم. نشكركم بزاف على حسن المتابعة وتعليقاتكم الرائعة والجميلة والطيبة، الله يحفظكم ويسعدكم يا رب. اليوم إن شاء الله راح نشارك معكم وصفة بسبوسة بالبرتقال، سهلة وسريعة جدا في التحضير. راح نحضروها في الخلاط الكهربائي، تجي بزاف بنينة وخفيفة ومعسلة بمقادير جد مضبوطة، وكما عودتكم دائما بطريقة التحضير سهلة وبسيطة. على بركة الله نبدأ في المقادير وطريقة التحضير. بالنسبة للمقادير، نحتاج ربع حبات بيض، كاس سكر حبيبات، كاس زيت، كاس سميد متوسط، نصف كاس حليب دافي، نصف كاس جوز الهند، ملعقة كبيرة خل، ملعقة صغيرة فانيليا، وكيس خميرة الحلوى الوزن 10 غرام. ونحتاج أيضا حبة برتقال حجم كبير، غسلتها مليح وقطعتها مربعات بالقشرة نتاعها. كملاحظة مهمة جدا، اختاروا الحبة للقشرة نتاعها رقيقة، ما تستعملوش الحبة للقشرة نتاعها خشينة باش ما يجيكمش الذوق مر. بالنسبة لقياس الكاس المستعمل دائما قياس 220 مليلتر. نبدأ في طريقة التحضير. نجيب الغيسيبيون تاعي، راح نحط فيه البيض والسكر والبرتقال بقشورو، ونبدأ نخلط بالخلاط الكهربائي، راح نميكسي مليح. هكذا بهذه الطريقة كما راكم تشوفوا. طريقة التحضير سهلة جدا بسيطة كما عودتكم دائما، مكونات متوفرة في كل بيت. ونحضروا بسبوسة بالبرتقال ولا أروع. هنا من بعد ما خلط مليح، راح نزيد كاس زيت، ونزيد نصف كاس حليب دافي، ونزيد نصف كاس جوز الهند، وملعقة صغيرة فانيليا، ونكمل نخلط هكذا بهذه الطريقة. راح نخلطه مليح هكذا. هنا راح نزيد كيس خميرة الحلوى الوزن 10 غرام، ونزيد ملعقة كبيرة من الخل، ونزيد كاس سميد متوسط، ونكمل نخلط. إذن من بعد ما خلط كل المكونات جيدا بالخلاط الكهربائي، وفي الأخير هذا هو القوام اللي نتحصلوا عليه. كما راكم تشوفوا خفيف ماشي ثقيل. نجيب الصينية اللي راح نطيب فيها البسبوسة نتاعنا، الحجم نتاعها 21، دهنتها بالزبدة ورشيتها بالسميد، ونوزع الخليط. وفي هذه اللحظات الفرن تاعي راهو سخون، سخنته مسبقا، راح نطيبها في 160 درجة ومدة طي 15 دقيقة، نخليها حتى تحمر من التحت ومن الفوق ونحيها. ناخذ الصينية نحطها في الفرن ونطيبو البسبوسة نتاعنا، ونبدأ نوجد شربات. بالنسبة لمقادير الشربات، نحتاج كاس عصير برتقال، كاس سكر حبيبات، كاس تاع الماء. نجيب الكاسرونة تاعي نحطو فيها السكر والماء وعصير البرتقال، ونخلطهم. وناخذ الكاسرونة نحطها على النار، ونخليها تغلي تقريبا مدة 10 دقائق فقط، ونحيها من فوق النار. اذا هاي ليكم البسبوسه نتاعنا من بعد ما طابت وتحمرت، ما شاء الله كما راكم تشوفوا جات هايله. ناخذ عود الاسنان او الفرشيطه ونثقبها مليح باش تتشرب كامل الكميه نتاع الشربات. وهي لكم الشربات نتاعنا من بعد ما غليتها تقريبا مدة 10 دقائق ونحيتها من فوق النار، نبدأ نشرب البسبوسة نتاعنا. كملاحظة مهمة جدا، البسبوسة نتاعكم يا إما تكون سخونة والشربات باردة، أو العكس، الشربات سخونة والبسبوسة باردة. بالنسبة لي خليتها حتى بردت، وراح نشربها بشربات سخونة.
وراح نحط كامل الكميه تاع الشربات ونحطها على جنب ونخليها تقريبا ساعه ساعتين باش تشرب كامل الكميه وتجي ما شاء الله. وانا كما قلت لكم من بعد ما خليتها تقريبا ساعه ساعتين وتشربت كامل الكميه نتاع الشربات نبدا نقسمها، راح نخليها حتى تبرد وتتشرب مليح ونقسمها. بالنسبه للمبتدئات اللي تبوني دائما تبعوني هنا كيفاش راح نقسمها مربعات متساويين. هذه هي الطريقه اللي نقطعوا بها دائما بسبوسه، يعني نبدا نقطع من الوسط ونزيد نقطع من الجوانب ونتحصلوا على مربعات متساويين. وفي الاخير راح نزيد نزينها بشرائح البرتقال، ويبقى التزيين دائما اختياري على حسب الذوق وعلى حسب الرغبه وكل وحده وابداعاتها في التزيين. كما نقول لكم دائما طرق التزيين مختلفه ومتنوعه، وممكن جدا ترشوا عليها جوز الهند لانه جوز الهند ذوقه يتماشى بزاف مع البسبوسه، او تزينوها برقائق اللوز. بالنسبه لي راح نزين بهذه الطريقه، تزيين بسيط جدا. هنا ممكن جدا تحطوا مع شرائح البرتقال جوز الهند، اذا هذا هو الشكل النهائي للبسبوسه نتاعنا من بعد ما بردات وشربت كامل الكميه تاع الشربات. تجي اكثر من رائعه ولذيذه جدا، وخصوصا مذاق البرتقال مع جوز الهند مذاق رائع جدا. وزينتها بهذه الطريقه وحضرناها بمكونات جد بسيطه متواجده في كل بيت، وطريقه التحضير سهله وبسيطه وسريعه. يعني اي مبتدئه تتبع الخطوات جيدا وتتقيد بالمقادير راح تتحصل على نفس النتيجه. كما نقولوا دائما الصوره تعبر، ها هي النتيجة أمامكم، تجي بزاف معسلة ومشربة ما شاء الله وتجي بزاف بنينة. نتمنى إن شاء الله الوصفة تاع نهار اليوم تنال إعجابكم وتجربوها، وننصحكم تجربوها لأنه فعلا وصفة ناجحة 100% ولذيذة جدا. أكيد إذا عجبكم الفيديو ما تنسونيش باللايكات وبارتاجيو مع ليزامي تاعكم للإستفادة، واللي مازال ما اشتركش في قناتنا ندعوكم للاشتراك وضغطوا على الجرس حتى يوصلكم ان شاء الله كل جديد من وصفاتي الاقتصادية والسهلة والسريعة. واذكروا الله كثيرا وصلوا على النبي عليه الصلاة والسلام. نتهلاو في رواحتكم، في امان الله.